تلت رحم كل واحد يديها في سوق راسه. دابا بلا نطيبي كاع يمشي عند العائله ديالو كاين اللي ما عندوش. العائلات ديالنا حنا اصلا دابا بقات فينا ولات فينا هاد القاعده مزال علينا في الدم. كتمشي عند العائله ما مشيتيش عندها مشيتي عندها ما عندكش مصاريفها بالزيب ولا ما لابسش مزيان وكذا وهادي كتشوفوا فيك واحد الشوفان كتشوفوا واحد النظره خايبه. خاصك تمشي وهز معاك مدخل في يديك ودخل عندك فلوس يشوفوا فيك. من فاش كتمشي بانه تقول لهم راني جلست واحد العام ولا 6 شهور ولا 8 شهور في بلادات الناس وخدمت وما صورت والو ما جمعت ما والو كتجمع عندك والو حتى واحد ما تيعطيك قيمه حتى واحد ما كيشوف فيك. صحابك ما تمشاش معاك شمن فيك الفلوس راه يدي تمشى معاك ما شاف عندك لا فلوس لا والو كيزيد وكيخليك اش بغي ندير به هذاك ما عنده والو. يعني المظاهر هما السبب. المظاهر هما السبب. السلام عليكم. اش بان لك في الناس العائلات بقاو كيزوروا بعضياتهم صله الرحم قلالت. اش غنقول لك يعني الايمان قلال شويه وديك صله الرحم ما بقاتش يعني علاش على حسب ان الانسان ولاو الفتن بزاف يعني الفتنه كثرات في يعني في امش محمد الفتنه هي السبب يعني في قله صله الرحم قله السبب ديال صله الرحم والحقد انسان ولا كيحقد على خو المسلم على اقل حاجه وابسط حاجه كيحقد عليه الانسان علاش ما عرفتش السبب علاش يعني باش واحد يحقد على واحد يعني درت انا شي حاجه مزيانه يعني دير جنجه بحالي يعني قال لك عاندني وما تحسدنيش يعني ولا الحسد والكره بزاف. انت كتقوم بصله الرحم؟ الحمد لله دائما. يعني شنو الراي ديالك في الناس اللي ما قاطعينها بخطره؟ اش غنقول لك يعني الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. اش غنقول لهم الله يديم اخلاق الله يديم اخلاق والله يرد بهم طريق مستقيم ان شاء الله. في نظرك شنو هو السبب اللي ولات صله الرحم قليله في المغرب؟ كاينه علاش ما كايناش؟ انا جيت انا دابا درت صله الرحم مع خالتي فطرت معاها انا كنسكن في حاله ثانيه سباته وجيت درت خرجت الوليدات يتساروا يضحكوا شويه هو بالنسبه لهاد كما قالوا الغنى الحلال بين والحرام بين اللي بغى الحلال راه كيمشي له اللي بغى الحرام راه كيمشي له. فين كتسكن نتايا؟ كنسكن سباته. شنو اللي خلاك تجي لهم المدينه؟ انا المدينه جيت فطرت عند خال واحد الخاله عندي هذا دليل انني درت صله الرحم. فطرت عندها وغنبات عندها حتى الصباح غادي نمشي. صله الرحم. وا المصالح ما بقاش صله الرحم، الناس تبدلوا المغاربه بالاخص ما بقاش فيهم هذاك صله الرحم ما بقاش بنادم خدام يعني حتى انا بنادم يلا مضارب مع المعيشه ديال البلاد ما يفهمش ما كانش ذاك الشيء. شنو هو السبب؟ السبب يعني بنادم ما بقاش خدمه ما بقاش ما يدار فهمتي الناس مزيرين مضاربينها مع الكرا مضاربينها مع المعيشه غلات وهذا هو اللي كاين بنادم ما كاين. شنو بان لك في قله صله الرحم الناس مابقاوش كيزوروا بعضياتهم؟ صله الرحم انقرضت ما بقاتش. شنو السبب؟ السبب هو بنادم تفتن ولات المفاتن ديال الدنيا بزاف ما بقاش قولي ما بقاش الايمان بنادم مسلم ولكن ما كاينش الايمان هذا هو السبب. عاكوش العائلات اللي من هما السبب يعني ما بقاوش كيبغيو يمشيو عند بعضياتهم ولا شنو؟ بنادم دابا كله وقال لك مديها في همو على ما الفكر ديال بنادم تيقول كله قال لك عنده الظروف ديالو وكذا وهذه هادشي علاش بنادم ما بقاش تيزور بنادم. انت شخصيا يعني كتقوم صله الرحم؟ تا انا راه بحال هاد الاخوان بحال هاد القوم اللي كاين دابا بحال بحال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.